كنا بنتكلم في بداية الحلقة عن الذكاء الاصطناعي ودخوله في كل القطاعات وفي كل التخصصات خصوصا في المجال الطبي، وكنا بنتكلم عن بعض التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي اللي تقدر يعني تعرف من خلال تاريخ هذا الشخص المرضي وبعض البيانات وتقوم بتحليل هذه البيانات وبعض العوامل الوراثية فتساعد الشخص أكتر في أنه لا يتعرض للأمراض أو لا يتعرض ل هبوط حاد في الدورة الدموية أو الجلطات أو مثل هذه الأمور. فكرة علاج الأمراض وفكرة الاستباق والخطوة الاستباقية اللي ممكن تحصل، احنا هنتكلم بقى عن حاجة تانية بقى، هنتكلم عن استخدام الذكاء الاصطناعي في انه ازاي يعالج امراض الاكتئاب. ناس كتير جدا بتبقى مش عارفة اصلا هي عندها اكتئاب، لان الاكتئاب بقى مصطلح مطاط جدا بنطلقه طول الوقت على كلامنا. انا اللي زهقان ويقول انا عندي اكتئاب، اللي مش نايم كويس يقول انا عندي، يعني ايا كان فيه شوية ايا كان نوع ما بيبقاش عارف فبيقول على نفسه انه زهقان شوية او مخنوق شوية مثلا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من ضيفنا الدكتور اسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالمنوفية. اهلا وسهلا بك يا دكتور وصباح الخير عليك. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك وكل المشاهدين الكرام. دكتور، الفكرة جت ازاي؟ تشخيص الامراض بالذكاء الاصطناعي، هل ده يخلينا نبقى قاعدين بنقول خلاص احنا مش هنحتاج نروح لدكاترة، احنا هنقعد ونعمل شوية تيستس اونلاين وكده خلاص هنبقى اتعالجنا؟ هو الهاجس اللي حضرتك تفضلت بيه دكتوره منى يعني حاجه هاجس موجود عند الاطباء دلوقتي، حضرتك متخيله كده؟ يعني السؤال ده انا لسه كان عندنا المؤتمر في جامعه المنوفيه اللي عاملاه كليه الطب السنه دي، وسمت المؤتمر الطب في عصر الذكاء الاصطناعي، كان اسم المؤتمر كده، يعني الناس مستشرفين كان عندهم ذكاء في اختيار عنوان المؤتمر، وكان ده السؤال الأساسي اللي كل الناس بتسأله، هو الوضع إيه؟ إحنا هيبقى القصة بالنسبة لنا إن الطبيب في يوم من الأيام الذكاء الاصطناعي هيحل محله، إلى يعني حد إيه هيوصل ده؟ هو الإجابة طبعاً يعني هيحل محل الطبيب بقيم مرتفعة ما نتخيلهاش هيحصل. إمتى؟ قريب جداً، قريب جداً. ده عمره قد إيه؟ يعني لا يتعدى السنتين، ما كانش أقل من كده كمان، يعني ممكن المدة تكون أقل من كده ويبقى إحنا دخلنا في الموضوع ده. ليه؟ لأن الذكاء الاصطناعي هيشتغل في نوع من المنافسة مع الشكل البشري. هو الشكل البشري إحنا عندنا ربنا مدينا حواس، سمع وإبصار وبقية الحواس، والسمع والإبصار أنا بتأكد عليهم أولاً لأن دول مصدر المعرفة للمخ البشري، معظم معرفة المخ البشري. فالدكتور من خلالهم بيبص على كل حاجة. طب ما الذكاء الصناعي أو الاصطناعي أنا آسف بقى، يعني يقدر يوصل لكل ده وبدقة أعلى، لأن لو قارنا الحواس البشرية بالحواس اللي موجودة في السنسورز فعيننا بتقدر تشوف، لكن السنسورز تقدر تشوف أكثر دقة، والكاميرات اللي موجودة بتقدر تشوف بأكثر دقة، وقدراتها الحوسبية أعلى من قدرات الحوسبية بتاعة المخ البشري، وهكذا في السمع برضو. القدرات اللي في السمع ربنا مدينا ورا السمع ورا الإبصار اللي ما يناظر قوة مخنا، ما ادناش أكتر عشان عارف إن إحنا المخ البشري له طاقات محدودة، يعني إيه؟ يعني مش هيقدر يعامل كمية بيانات كبيرة أوي. طيب فأنا بتكلم التقييم يا دلوقتي، دكتور، يعني حضرتك بتقول إنه الذكاء الاصطناعي هيحل محل الأطباء، لكن التقييم تشخيص الطبيب نفسه، يعني إذا كنا بنعتمد عليه مثلا كروبوت بيساعد الأطباء في إجراء عمليات جراحية دقيقة لكنه بيكون بإشراف الطبيب، أو الطبيب هو اللي بيحرك هذا الروبوت، صح يا أو محمد؟ التشخيص صح. أو كده برضه، ليه بقى؟ لكن في النهاية صح. أنا عشان أتعالج بعد التشخيص هروح لدكتور. تمام، أنا مع حضرتك، حتى تاريخه ده بيحصل، وفي حاجات ثقة حضرتك في إنك تبقى تحت إيد طبيب بشري لا يمكن نظرها ثقتك انك تبقى تحت ايد روبوت. لو حد دلوقتي قالوا له روح اعمل عمليه تحت ايد روبوت، ثقته في الروبوت مش زي ثقته في انسان له تاريخ وله كذا وله وضعه وله رؤيه. النقطه الثانيه، ما زال الابصار البشري وتمييز الحاجات من بعضها وتمييز الدقه والفروق ما بين حاجه وحاجه متفوق على الجزء اللي في الذكاء الاصطناعي. يعني انت حضرتك دلوقتي لما بتبص حواليك وتقدر تفصل الاشياء وتدرك الاشياء المتحركه والثابته، ما زلت البشر متفوقين على الذكاء الاصطناعي حتى تاريخه في ده، لكن في الدقه حاجات مختلفه. تعال حضرتك نروح للجزء اللي حضرتك تفضلت بيه دلوقتي اللي هو الجزء النفسي بقى. ايه الوضع اللي فيه وايه اللي هيتغير فيه؟
هو الطب بصفة عامة كله دلوقتي بيروح في اتجاه ما يسمى personalized medicine أو الطب المخصص بقى، إن كل مريض له شكل علاج غير التاني، وإن كان لهم نفس العرض ونفس نتائج التحاليل ونفس التاريخ المرضي ونفس كل حاجة، واحد بيستجيب لعلاج والتاني لا. ليه؟ لأن كل واحد له شكل جيني مختلف وشكل تفاعل مختلف، طب كل ده الذكاء الاصطناعي بيقدر يحلله. زي ما حضراتكم تفضلتوا في البداية إن في جزء بياخد الجينوتايبنج أو بياخد شكل الجينات وشكل حتى الشكل البكتيري الداخلي اللي موجود داخل الإنسان بيقدر يحلله، وبالتالي يحط واحد علاج غير واحد. نفس القصة في الطب النفسي. النهارده اي طبيب نفسي، اي ثيرابيست موجود، اي حد هيعمل لاي حد جلسات عشان يستقرئ الوضع ايه ويسمع منه ويعرف ويحلل ده في عده جلسات. النهارده الذكاء الاصطناعي بيقول لك انا مش، انا وقتي مش محدود بوقت الجلسه، انا موجود معاك ليل ونهار، انا في موبايلك، في لابك، في اي حاجه، هقعد معاك طول الوقت، هتكلم معاك طول الوقت، وهتخطى القدره البشريه في ان انا اخد منك معلومات فقط، وده الطبيب اللي بيعمله، ان انا هقدر احلل نبرة صوتك واطلع منها اشياء لا يمكن تطلع بالتحليل البشري العادي، وهعرف شكل وشك وتعبيرات وشك واربطها بده مع ده، واعرف الدنيا ايه واحلل ده واربط كل دول ببعضهم واعمل لك موديل خاص بيه، موديل علاج خاص بيه. طيب ولو النهارده واحد هيعمل لك نوع من انواع الدعم النفسي، لايف كوتش، طبيب نفسي، ايا كان، هيبقى محدود بوقت الجلسة وكذا، لا أنا موجود معاك 24 ساعة، وقت ما تحتاج تكلمني أنا تشات بوت معاك على الموبايل، هاخد ودي معاك زي ما أنت عايز، أحسن من أي كومبانيون وأحسن من أي صديق، لأن الصديق حتى لما بيسمع من حضرتك وبيتكلم مع حضرتك فبيحاول عشان يبقى مؤيد لك وداعم لك إنه يعمل نكران ذات بأكبر قدر يقدر عليه، مفهوم. بس بأكبر قدر بشري، يعني هيجي في وقت عايز هو يتكلم كمان ويتكلم عن نفسه زي ما بيسمع حضرتك فترة طويلة. لا، الذكاء الاصطناعي هو ما عندوش ذات، هو بادئ كل تمام، همه بس حضرتك بتتكلم كصديق، احنا دلوقتي مش هنقارن ما بين الذكاء الاصطناعي والصديق، هقارن ما بين الذكاء لا الاصطناعي في علاج ده هو الاكتئاب دلوقتي، والطبيب لا أنا الدكاترة بتكلم المختصين. دلوقتي على اكسبرت سيستم، على أنظمة خبيرة للعلاج، هي اللي هتتكلم مع حضرتك مش الصديق، لكن هي التواصل اللي بشكل هتحلل مباشر الصوت. يا دكتور، اعتقد يعني في الحالات النفسية وعلاج الاكتئاب التواصل بشكل مباشر بيختلف، النظرة، التعاطف، المشاعر. طبعا انا ما قلتش ده مش موجود، لكن حضرتك تعالى النهارده شوف المودلز اللي طلعت جديده بعد تشات جي بي تي 4 او اللي هي موجوده على موبايل حضرتك، لو حبيت تجربها بعد البرنامج على طول دلوقتي، انا مش بقول بعد سنين، حضرتك افتحه كده واتكلم معاه جايز يكون وشوف عندي اكتئاب التعبيرات وانا مش الناس. عارف. لا لا، ربنا يديك الصحه يا استاذ محمد، يعني استاذ محمد الشاذلي ضحكته واضحه ان ما فيهاش اكتئاب خالص، ربنا يعني يخليك يا فندم. ربنا يديك الصحه دايما يا رب يبعد عنك كل الشر. لكن اللي انا بتكلم فيه ان النهارده اديله، شوف نبره صوته معاك ازاي، شوف بقى بيضحك وبقى بيتكلم وبقى بيتعاطف وبقى يدي صوت سمباثاتيك وبقى يحلل اللي انت عايزه وبقى يسالك اسئله تحليليه وبقى يعمل معاك اللي انت ما تتخيلش انه ممكن موجود. هتقعد معاه في جلسه عاديه وحضرتك ما عندكش اي مشاكل في اي حاجه وما عندكش اي مشاكل اكتئاب، هتحس انك مستريح نفسيا انك اتكلمت معاه ربع ساعه او تلت ساعه دي، ولو عوزت اكتر تمام وقت ما تعوزه هو جنبك. فالتشات بوتس والتشات بوتس اللي مرتبطه بالذكاء الاصطناعي دلوقتي بقت مريحه نفسيا ايوه، وبتعمل ريليف. بس برضه يا دكتور انا عايزه اعرف هل بيتم توجيهه او هل بيتم تغذيته باللي هيتناقش فيه، ولا هو عنده مجموعه من ردود الافعال بيستخرج واحد منها كده بما يتناسب مع الموقف؟ في هو حاجه برضه تم في تمرينه، حلقه مفقوده مش قادرين نوصل لها. هو تم تمرينه على ملايين المراجع اللي خاصة بالعلاج والطب النفسي، اللي مش ممكن حتى يكون بشر اتمرن على كل الكميات الرهيبة اللي موجودة دي، وعارف ازاي يعمل سايكيك سبورت، ازاي يعمل دعم نفسي لأي حد موجود وياخد ويدي بشكل كويس جدا، بل ان في حاجات منه اتدربت دلوقتي وموجودة، ودي موجودة تحت ايد الاطباء دلوقتي عشان بيختبروها، اللي هي بتعمل ايرلي الارم، يعني او بتدي انذار مبكر ان لا قدر الله الشخص ده وصل من الاكتئاب لدرجات قد تهدد حياته، فيبدا يبلغ الناس بتوع الدعم النفسي قبلها ويحلل الدنيا ايه، وده ممكن من الكلام معاه، ممكن من طريقه كتاباته، ممكن من كل ده يقدر يتوقع الشكل ده كويس قوي.
طب معلش يا دكتور هقطعك، هل الذكاء الاصطناعي بيتعامل مع الشخص حسب المكان اللي هو فيه، حسب مستواه طبعا التعليمي، لان هو حسب له جزء بيئته، حضرتك سالتي حسب خلفيته سؤال الثقافيه؟ السؤال ده لان الكلمات اللي بتتقال للدعم بتختلف من مكان للتاني، من مستوى اجتماعي وفكري ومادي للتاني، من السؤال مناطق ده ومن دول. غايه في الاهميه والذكاء سؤال حضرتك ده يا دكتور. ليه؟ حضرتك دلوقتي الموقع الجغرافي بتاع حضرتك واللغه بتاعت حضرتك، طبعا دلوقتي الجي بي تيز ملهاش علاقه، او احنا خلينا نقول جنراتيف بري ترانسفورم تريننج او الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالعربي اسمه الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما بقاش له علاقه باللغه خلاص، اللغه ما عملها دروب، لانه بقى يتكلم بكل لغات الارض ومتدرب على كل لغات الارض، واللغات بتاعته بقت هيومن لايك، يعني لا يمكن تفرقيها عن الاله عن الانسان البشري في الكلام خلاص دلوقتي، حضرتك كل حضراتكم عارفين ده. لكن الزيادة عن ده بقى ان هو بيكون الموديل من كتاباتك ومن طريقة كلامك ومن الأسئلة اللي هو بيسألها لك عشان يعرف وضعك الاجتماعي، عشان يحط الموديل ده ويبدأ يتفاعل بناء عليه. بل كمان حضرتك في مصر النهاردة غير في أوروبا، ليكي كالتشر هنا وليكي ثقافة هنا مختلفة عن ثقافة هناك، صحيح. فهيبدأ يتكلم معاكي بناء على ثقافة المنطقة اللي حضرتك موجودة فيها. فهو عنده معاملات كتيرة قوي واخدها كلها في الاعتبار وهو بيعمل التفاعل، معاملات سن، معاملات جنس، معاملات ثقافة، معاملات لغة، كل ده، معاملات دين، كل ده حطه في الاعتبار، وكل ده بيتفاعل معاه جوه ده. ده الزيادة عن كده كمان انه دلوقتي الذكاء الاصطناعي بدأ يعمل حاجة بيسموها الألعاب التوليدية. يعني النهاردة لو طفل بيعاني من اكتئاب ما وعايز يطلعه من الاكتئاب ده بأشكال، عنده طريقتين. طريقة ان هو يكون له ألعاب مخصوصة له، الالعاب دي فيها الشكل التفاعلي اللي هو عايزه وحاطط له البيئه الداخليه بتاعت اللعبه يوجهه فيها انه يطلعه من الجزء اللي هو شايف ان هو المشكله الاساسيه اللي عنده، سواء كان الجزء ده تعامل، الجزء ده توحد، الجزء ده عايز يدخله في تفاعل، او يعمل ده مش في لعبه، يعمل ده في ميتافيرس اللي هو انه واقع افتراضي، انه يدخله جوه حاجه افتراضيه يبقى عايش طيب، جواها عظيم ويبدا جدا. يعمل له معالجه نفسيه جوه الواقع الافتراضي ده. وبقى دي أشكال جديدة حتى في الطب النفسي، ما طيب كانتش موجودة الأشكال الجديدة دي قبل كده من الطب النفسي نهائي. حضرتك جيت فده لنقطة غاية في الأهمية بقى يا دكتور. إحنا اتفضل. اتعلمنا من الأخصائيين النفسيين إنه العزلة بتؤدي للاكتئاب، أو حتى الاكتئاب يؤدي إلى العزلة. الدخول إلى مثل طبعا هذه التطبيقات، إحنا أنا مش ضدها، يعني أنا نفسي يكون فعلا التطبيقات دي فعالة وتساعد الأشخاص بشكل أو بآخر، لكن الدخول على مثل هذه التطبيقات وإن يكون في لعبة ويكون في عالم افتراضي بيدخل عليه الشخص اللي بيعاني من الاكتئاب، أعتقد ده مش هيزيد من شعوره بالاكتئاب، لأنه داخل في طبعا عزلة أكتر. حضرتك كلامك صح لو هو اتساب للحاجات دي الى الابد، بمعنى ان حضرتك واخد دي مرحله وسيطه ان هو خايف يتعامل، فهيتعامل جوه الميتافيرس او جوه الواقع الافتراضي ده لوهله لحد ما يكسر عنده حاجز الخوف من التعامل، لانه بيتعامل في واقع افتراضي فما عندوش مخاوف، وبعد كده ابدا انقله من الواقع الافتراضي للواقع الفعلي بقى اللي هو التفاعل مع البشر، اللي مش ممكن حاجه في الدنيا هتحل محله، اللي هو انه يعيش حياه اجتماعيه كامله، حياة متفاعلة مع بشر، مع أسرة، مع أصدقاء، طبعا. مع كل ده. هو ليه لحد النهاردة برغم الميزات الشديدة في التعليم التفاعلي والتعليم الإلكتروني إنه لا يمكن حد يفكر فيه في المراحل السنية الأولية خالص عند الأطفال؟ لأن الأطفال في المدارس التفاعل ما بينهم وبين زملائهم وبين البيئة التعليمية وما بين أهم بكتير قوي من المادة العلمية اللي هو بيحصلها، وده باين خالص في النماذج اللي موجوده بتاع الفصل المقلوب اللي الاسم بتاعه كده فعليا، انه خلوا المدرسه للانشطه فقط وخلوا التعليم الالكتروني موجود في البيت، ولا انا هجيبك واخليك للتفاعل والانشطه والاكتيفيتيز وكل حاجه انت بتحبها في الدنيا جوه المدرسه، وخلينا كام ساعه اونلاين كده نعلم المواد العلميه في البيت، ولما تيجي الهوم وورك في المدرسه اللي انت واقف معاه قلب الدنيا في شكل التعليم عشان برضو يبقى متابع الطفل ده، وبيحط للطفل في البيئه دي كاميرات مراقبه عشان يقدر من خلال حركته وتفاعله مع زمايله وتعبير وشه يتابعوا. ياخد انذارات مبدئيه هل الطفل ده بيعاني من اي مشاكل نفسيه او لا، وهنا يتدخل مره اخرى الذكاء الاصطناعي. ففي حاجات كتيره جدا غيرت الشكل العام اللي هيبقى موجود، زي ما حصل في كل علوم الدنيا والذكاء الاصطناعي دخل في كل حاجه وفي كل مناحي الحياه، دخل برضه في الطب النفسي وبقى داعم بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده.
نتوقع طبعا الخير ان في شاء ميزة. الله يا دكتور، اتفضلي. ونتوقع كمان ان يعني ما نبقاش خايفين قوي كده من الذكاء الاصطناعي. قعدنا سنين نسمع اساتذتنا في الاعلام بيقولوا كان بيبقى فيه قلق ان وسائل الاعلام تاثر على بعض وان وسيله تلغي وسيله، بالعكس كل الوسائل ما زالت موجوده، بالعكس بيتم استحداث غيرها لكن بتاثر على بعض وبتتاثر من بعض. اعتقد هو ده اللي هيحصل مع استخدام الذكاء الاصطناعي. اكيد ما خفناش مثلا واحنا بنستخدم الكمبيوتر ولا اللابتوبس ولا التليفونات، وكل صحيح. الوسائل بنطوع كل موجوده هذه وبنطور واحنا اللي بندير الموقف. كل الشكر ليك دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالمنوفية، شكرا جزيلا ليك.